أهلا بكم في قناتنا، قناة ترند النجوم، لكل ما هو جديد في عالم الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد من قناتنا. المغربية أمينة العلي تفجر غضب السعوديين بسبب نصيحتها العجيبة للفتيات. أثرت الفنانة المغربية أمينة العلي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نصيحتها الغريبة للفتيات. وظهرت أمينة العلي بفيديو عبر الانستغرام عبرت خلاله عن استيائها من تكرار سؤال الفتيات لها عن سر نقاء بشرتها لتمسك بعبوة منتج تبييض الملابس كلور، وتقول أنه يتيح الفرصة للحصول على بشرة ناصعة كالثلج، ثم تضحك بسخرية. وتعرضت أمينة لهجوم من المتابعين الذين رأوا أن تصرفها خطرا على الأطفال وأنهم قد يقلدونها أو يعتقدون أنه صالح للشرب. ونشرت أمينة بعض الردود اللاذعة التي وصلتها وردت عليها، وكان أحداها تعليق متابعة مزحة حولها كذا: بالعكس، الأخبار سيئة، يحتاج الفنان زي البكتيريا في الجسم، وإن شاء الله تطلع ترند كمان. فردت أمينة عليها: البكتيريا في الجسم، ها ها ها، أنا ما دور شهرة أو إثارة جدل، أبدا ما أحبها. وكما ردت على متابعة أخرى قالت لها: لا يهمونك المرتزقة هذولي، عالم تافه وربي. لتقول أمينة العلي: شكرا لجمهوري الواعي، نعم مرتزقة، حتى وإن كانوا يتبلون على الناس تافهين. ولفت البعض إلى أن الأجهزة الأمنية السعودية رصدت ما تم تداوله، وهي بصدد تنفيذ أمر القبض على أمينة العلي، حيث يعتبر ما فعلته دعاية لاستخدام مادة خطيرة غير مخصصة للتناول الإنساني أو الاستهلاك الآدمي، خصوصا وأن مشاهديها يأتي من ضمنهم أطفال ومراهقون. وكانت أمينة العلي قد أثارت مؤخرا موجة غضب كبيرة في السعودية عقب قيامها بمخاطبة أحد منتقديها. ووجهت أمينة حركة خارجة عن الأداب بعد إشارتها بأصبعها للشخص الذي انتقد لبسها، والذي قال لها: البسي عدل ما حد يكلمك. فردت: روح اتدخل بأهلك، ما تتدخل فيني أنا، أنا ألبس اللي أبغاه، الدنيا صيف فبلبس كده، يعني حد يلبس مقفل بهالصيف؟ مالي أمك دخل. أوكي، أنا جبت لكم السر اللي بيفتح وبيبيض البشرة، خلاص هلكتوني بالأسئلة هذه، فلازم أعترف. هذا هو كلوركس، حتى بيقتل إيش؟ الجراثيم، وأبيض بياض ناصع، كلوركس. أوكي عاد شو أقول؟ والله نو كومنت. البسي عدل وما حد بيتكلمك، خذ روح اتدخل في أهلك، لا تتدخل فيا أنا، أنا ألبس اللي أبغى، الدنيا صيفة بلبس كده، يعني حلبس كده مقفل لين هنا؟ ما لأمك دخل يتدخل، روح اتدخل في أهلك، اتدخل في نفسك. أنا جيت اتدخلت فيك، قلت لك البس البس ولا تلبس، تلقاك لابس سروال وفنيلة، سروال مو متغسل من 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 شهر معفن.